عام من الإنجاز والعطاء مضى على المملكة بسواعد نخب من أبنائها الأكفاء ممن ثابر وبذل لخدمة وطنه وقيادته بكل مهنية واحترافية في ظل دعم ورعاية متواصلة من لدن سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أيده الله إيمانا منه بكفاءة أبنائه البررة وتشجيعا منه لمزيد من البذل والعطاء. ما في شك هذا يوم من أيام أعياد الوطنية اللي نتشرف بحضور جلالة الملك أيده الله بهذه المناسبة العزيزة. هو يوم تكريم لأبناء الوطن اللي قدموا كثير من التضحيات في سبيل رفعة هذا الوطن وأهله من مقيم ومن زائر ومن مواطن. وإحنا في هذه المناسبة نرفع أسمى وأجل التهاني إلى مولاي صاحب الجلالة على هذا اليوم المبارك. تم تكريمنا من قبل سيدي جلالة الملك، وقد دأب سيدي جلالة الملك على تكريم أبنائه المجدين والمجتهدين في كل فرصة وفي كل احتفالية، وهذا التكريم هو وسام على صدرنا ويعطينا دافع للإنجاز والعمل والابتكار.